الأسير مش مجرد رقم، بل هو إنسان له اسم وقصة وقضية عبر عنها مئات نشطاء الشباب وأهالي الأسرى وأسرى محررون في سلسلة بشرية امتدت وسط رام الله كجزء من حملة واسعة تهدف إلى تحريك قضية أكثر من 5000 أسير في سجون الاحتلال. كل واحد اسم موجود في الاعتقال عند سجون الاحتلال، كل واحد لما بيكون موجود في له قصة معينة، كل واحد في له أهل بنتظروا فيه، في له أولاد، في له زوجة، في لكل واحد يعني حكاية معينة. المتظاهرون حملوا أسماء الأسرى وأرقام ملفاتهم في السجون الإسرائيلية وطالبوا العالم بالتضامن مع أبنائهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات يومية ولا سيما في أقبية التحقيق وزنازين العزل. جايين يوم وقفة تضامنية مع الأسرى بعد عمليات التحقيق البشعة اللي حصلت في السجون الإسرائيلية في آخر فترة، في الذات كانت عمليات إجرامية صراحة ضد أبنائنا جميعنا. حملة الأسير مش مجرد رقم، هي حملة إلها دلالة سياسية عميقة، لأنه الأسرى فعلا أثبتوا من خلال مسيرة نضالهم الطويلة إنه هم فعلا ليسوا مجرد أرقام، وسطروا مسيرات نضالية فعلا فخر لكل الشعب الفلسطيني. حملة الأسير ليست رقما، بدأت بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ينشر أهالي الأسرى والنشطاء معلومات وقصصا عن أسرى فلسطينيين بهدف رفع معنوياتهم في سجون الاحتلال وتأكيد تضامن الشارع معهم. يعني أقل ما يمكن أن نقدمه للأسرى هو أن نتذكر أسماءهم، قصصهم وسيرتهم النضالية، أن نكرسهم كذوات فاعلة ومؤثرة وموجودة وحاضرة وليس أرقام. يشار إلى أن الحملة جاءت في ظل سعي سلطات الاحتلال إلى سحب الإنجازات التي حققها الأسرى من خلال نضالاتهم المتواصلة، إضافة إلى تدهور أوضاع الأسرى المرضى في مشفى الرملة تحديداً. الأسرى وجع لا ينتهي في قلوب الفلسطينيين، خصوصا في ظل ما يعانونه من انتهاكات صحية وحياتية على أيدي السجان الإسرائيلي. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.